السلام عليكم، صباح الخير عليكم الشبيبة. أول ما دخلت للباركينج اليوم شفت المرسيدس جيالكا هذه، بسم الله ما شاء الله على ليطات تاعها. باش تكون عندك مرسيدس جيالكا عندها أكثر من 10 سنين وبليطا هذه، خاصك تكون شكون؟ خاصك تكون كيما خونا أحمد بن شاوي ما شاء الله. وعليكم السلام خويا، شرفتنا خويا. الله يبارك فيك. واش أخويا أحمد لاباس؟ الحمد لله يا خويا، أنا نجيت من فرنسا، راني قطعت بها لا سويس، طليان، تونس، وصلت البارح العشية. اليوم الصباح أخويا جبتها عند الستار هنا يريقلها لنا، عندي بوي تاع زيت الزيت تاع الموتور في جوان سبي تاع لا كوتي بواط، راح نبدلها كلش، نبدلها لي فليكتور، نبدلها جوان سبي، نبدلها لا كروا داكسيسوار، ندير لا فيدونج موتور بواط، نظمها اخويا، نقلشها كيما مقلشتني. الله يبارك. اللي يشوف اخويا احمد يقول ماشيه 80000 ولا 90000 هذه، الله يبارك على اللي طال اللي فيها. قداه ماشيه؟ انا مشيت ماشي 247000. ومازالك تزيد تمشي بها؟ ما نكتلها ولا تكتلني. الله يبارك. هذه نزيد لها زيرو. الله يبارك. نزيد لها زيرو، هذه زوج ملايين نجيبها ان شاء الله. ما شاء الله، راكم تسمع مع الشبيبة الحكاية تاعها، كي نحب ننظمها كيفاه. شوفوا الشبيبة الاهتمام الله يبارك تاع خونا اللي خلي سيارة 2012 كيما هذه. معلومة برك، الجيالكا الشبيبة راهي حبست في 2015، جات موراها الجيالسي في المرسيدس، يعني هذه راهي 2012 ماهيش 2015. ها يا خويا ها، جيب لها. هذا هو الفلاكتور تاع لارب دو ترانسميسيون، عندك ثاني كيف كيف، هذا هو لافلاسك فيه الجوان سبي، الفلتر تاع لابواط، ديسكونيكتور، كي تاع لا كروا داكسيسوار، فلتر غازوال، فلتراير بدلتهم في زوج، ويل موتور ثاني كيف كيف، ويل بواط. الموتور الشبيبه هذه اللي فيها الاورام 642 في 6، بصح الحاجه واللقطه اللي عجبتني فيها كامل يا اخي، شفتوا لاطول تاعها كيفاش نظيفه. قلنا برك اخونا احمد على الحكايه اللي حكيتها لي، هذا وين يا خويا؟ ها انا لي روتوش بكل بالنيميرو الصبغه مكوموندين عند مرسيدس، بالفيرني بكلش، بالفيرني بالصبغه دوريجين لا كولور تاعها بعد من عند مرسيدس بالكارت غريز. يتسمى هنا الشبيب واش يحب يقول لكم، لا كولور تاعها كما تشوفوا فيها اصلا باينه اكزوتيك شويه، يعني ماهيش تشوفها كل يوم. كوموندالها لا بونتير تاعها، وثاني كيف كيف حتى الفيرني كما تشوفوا حاطه هنا في الطوموبيل، اي خبشه خفيفه ما يرطيهاش وما يستناش يبدلها. وكيفاش حكيت لي على الحكايه الاخرى اخويا احمد، قلت لي هذا وين سمعت خبطه في لامورتيسور، بدلت لي زامورتيسور، بدلت لي برافي 8، بدلت لي سيبور موتور، بدلت سيبور دو بواط. هذا وين كنا نشوفوا فيها يعني كومونديتهم عندهم قداه؟ عندهم عام ونص، عام ونص. يعني تخيلوا الشباب قداش الاهتمام تاعهم. لي بالي دي سوي كلاس، لي زامورتيسور، بدلت لي سيبور، هذا الكيت تاع لاشين، هذو لي فلتراير ثاني بدلتهم في زوج عندهم سمانه، الكيت اكسسوار. الله يبارك، لونتريتيات تاعها في وقت وكلش. شنو اللي لازم يا خويا؟ كل 365 يوم كيما يقول الكونستركتور اخويا، 365 يوم لسه ماشي 10 كيلومتر في العام، لازم ولا 20000 كيلومتر، ما نمشيش بها بزاف، انا نمشي 10000 في العام. وهذا وين ثاني كيف كيف، شفنا المفاتح هازهم معاك بور ديباناج، ثاني كيف كيف قلت على الكواب تاع تشنتي، علاش هازهم الكواب؟ احكي لي برك. بواط اوتوماتيك، وطيح لي لاباطري نبقى حابس، ما نقدرش ندزها. صح، ما نقدرش معاك الكواب، هاز لي كابل، هاز لك صوتي، راني شفتهم هذا وين. صح، لي كابل تاع الباتري اون سي جامي، يعني ولا عندك كيف ديباني روح، ولي زوتي شويه يزوتي لازم، ها ملي زوتي ديما معايا بريكولير، يعني كاش ما انت ولا غيرك يطيح اون بان في الطريق تقدر تيباني، هذه راهي دنيا. بدل. شوفوا معايا الشبيبه هنا، بسم الله شوفوا الانتيريير تاعها قداش نظيف الله يبارك. نوضوها، طلعوا الكابو كيف كيف، هاي ليكم ماشيه 247000 بسم الله. الرفية اللي فيها ثاني ما شاء الله، تحسها سيارة زيرو ماهيش ماشية 247000. شوفوا الموتور برك، راح نبداو فيها الخدمة. هذا وين بالصح حبيت نفوتوا عليها، تشوفوا هذا هو الموتور تاعها الاوام 642، قلت لي تحتاج شوية قوة اخو احمد، حاب تدير ستاج ان؟ حاب ندير ستاج ان، ايه دير ستاج ان، وبالك نزيد نبدل عليه فران اون بيرفوري افيك دي بلاكيت دو فران سبور. بدلت لها ديجا لي ديسك البلاكيت، بدلتهم العام اللي فات، ايه بصح كي ندير ستاج ان لازم تزيد تقوي مام الفريناج تاعها، اونسي جامي، ايه بيرفورمانس لازم. والله ما شاء الله شفت الشبيبه النظافه تاعها السياره، وقداش راهي واقفه ماهيش جايه من العدم، لونتريتيان والصيانه الدوريه للسياره اكيد راح تخلي لك عمر اطول، والسياره تبقى لك جديده في كل وقت. كما سمعتوا هذا وين تقرقيبه خفيفه، بدل عليها تقريبا 70% من لا سيسبونسيون تاعها. راح نبداو ان شاء الله في الخدمه فيها الشبيبه، نكملوها ونسلموها لخونا احمد ان شاء الله. بارك الله فيك.
حاجه صغيره جامي تحت طون. الله يبارك. 247,000 وما زالت تمشي ان شاء الله. ربي يعطيك خير ويكفيك شر ان شاء الله. شرفتنا اخويا. الله يبارك فيك. هنا الشبيبه بعد ما حطينا على البون اليفاتير هذا هو الاون 642 ما شاء الله في 6 3 لتر ديزل. الموتور هذا الشبيبه فيه واحد المشكل صغير ماهوش مشكل يعني نعتبروه اساسي لكن نحكوا عليه. كما تشوفوا هنا في لادوري تاع الفلتر اير من هنا يدخل كما تشوفوا دوبل فلتر. شوفوا هنا الفلتر تاع الغازوال تاعها لادوري هذه راهي ضغط على الفلتر تاع الغازوال حتى يتشق هذه مع الوقت. تسمى عندهم السيس 42 دائما يفيريفو المشكل هذا يكلاط ويبدا يفويتي كما تشوفوا هنا لافويت تاع الغازوال تكون حاجه خفيفه لكن الواحد يحفظ حذره منها. هنا الطوموبيل من تحت هذه هي لافويت اللي راهو يحكي عليها هاي واضحه جدا كاينه الزيت ليكم ها زيت موتور هذا كيفاش يبان محروق لانه زيت لابوات ما يوصلش للدرجه هذه يعني لا لاكولير تاعو.